السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم جيدة، أحوالكم طيبة وكل شيء على ما يرام. ومن هذه الظروف الصعبة غادي ندخلوا المطبخ وغنجهزوا لوليداتنا هذه الوصفة الرائعة في حالة ما كانوا المقادير متوفرين. بسيطة سهلة، مجرد البيسكوي، وغادي تشوفوا المكونات بسيطة، غير البيسكوي هذا والشوكولاتة. إلى اقتنينا الأغراض نوفرهم ونفرحوا وليداتنا في هذه الأيام الحرجة، الله يعدي على خير. كما كتشوفوا واحد الحلوة بسيطة جدا جدا وكتجي رائعة ومنسمة، غادي تنال الإعجاب ديالكم الكبار الصغار. يلا نقولوا بسم الله ونبداو الفيديو. غادي تشوفوا المقادير البسيطة وحلوة راقية. يلا نقولوا بسم الله. الكريات ديال الحلوى الرائعه اللي ما بلا عجين بلا حتى حاجه غير بالبسكوي، 400 غرام ديال البسكوي نوعيه جيده. غادي نطحنوها في المولينكس، المولينكس اللي كتبرتتهم، غنطحنوا هذه الكميه ونرجع. غادي نطحن داك 400 غرام ديال البسكوي، كل علبه فيها 200، ونطلقوا من بعد ما نطحنوه. هذه الكميه اللي خرجت لنا البسكوي من بعد ما طحناه. غادي تشوفوا الاضافات اللي غنضيف معاه. غادي نضيف معاه الكاكاو، واحد ملعقتين ديال الكاكاو على حسب الرغبه ولا حسب اللون اللي بغيتو يجيكم في الكرات كتضيفوا الكاكاو. بارك عليا لعشاق الكوك، انا غنضيف القليل من الكوك، واحد الرشه من الكوك حتى هو شويه على حسب الرغبه الكوك باش تعطينا نسمه. انا عزيزه ليا بزاف مع الشوكولاته كيعطي واحد النسمه رائعه. وغنضيفوا دابا المكون اللي غيجمع لنا هاد النواشف. تقدروا تحضروه في المنزل، عندنا في القناه محطوط طريقه تحضير ديال نيستلي الحليب المحلى، ساهل، نصف لتر ديال الحليب كنبقاو معاه حتى كينشف منه داك البخار وكيتحول نيستلي، يعني ما مضطرينش انكم ضروري تشريوه. تقدروا تحضروه في المنازل ديالكم. غادي نستعمل هاد العلبه، هادي راه معروفه 357 غرام فيها 305 مللتر. غادي نجمع بها، نلبس واحد لانتيس فيتي ونرجع ونقولوا بسم الله. نصبوا العلبه ديالنا ديال نيستلي ونجمع بسم الله. غادي نصبها، غادي نصبها كلها وغادي نجمعوا، ندخلوه جيدا، كنبقاو نعجنوا جيدا بحال اللي كندلكوا حتى تشرب كل حبه في البسكويت كل ويتحولنا هكذا باش نقدروا نشكلوا كريات، يعني حلوه راقيه بيني وبينكم، يعني تقدروا تحطوها حتى في المناسبات، ماشي غير نفرحوا بها الوليدات، نفرحوا بها حتى الكبيرين. كتجيب لينا بزاف مع البسكويت اللي ما عندكمش، وشويه هاد الكوكي لا متوفرين عليه ما توفرينش عليه استغناو عليه. العبار اللي عطيتكم هو هذا، كيجي قياس، هي بدات كتشكل كريات. غنمشي نحيد هذه من يديا ونرجع نشكلوه كويرات، نشكلوهم بالكويرات. بغيتوهم كبيرين كبروهم، بغيتوهم صغيرين باش تعطيكم حجم بزاف اللي بغيتو. هي الكره ديالي باقا، غادي نستمر بالتشكيل ديالهم ونحطهم بهذيك ورق الطهي باش نجهزوا الشوكولاته. الشوكولاته بغيتو تذوبوها مع الزيت ذوبوها، بغيتو تذوبوها مع الكريمه ذوبوها، كيرجع لكم الاختيار، كل حاجه بغيتو ديروها. انا غنذوبها غير مع الزيت، محتاجاش الكريمه، ما كاينش اللي غيساعدكم في هذه الحلوه قد الاطفال، يمكنش يشوفوكم كتكوروا ما يجيوش يكوروا معاكم، خليوهم يتونسوا معاكم هاد اليومين هادي، هاد الايام هادي اللي في المنزل. هاد بنتي جات معطله قالت لي واش درتي فيها اللوز، قالت لي هاد الحبيبه ديال اللوز، صحاب لها اللوز كيبان، هاد البسكوي كيبان بحال اللوز بصح، كتحس بحال اللي درتي فيها اللوز مع هو كيبقى هكداك مقرمش. هادو هما الكرات اللي خرجوا لي، الكرات الصغيورين العوجين عرفوهم ديال بنتي، خليها ماشي مشكل، خليهم هنا نديرو فيهم الشوكولات، كلشي غيتخبع. غندوب الشوكولاته مع الزيت ونرجع. غادي ندوب انا الشوكولات 39% الكاكاو، يعني ماشي نسبه الكاكاو مرتفعه، الاخر كيجيهم مر. غادي ندوبو في هذا الكاس باش يجيني، باش الكره تصيب فين تغطس في الشوكولاته، الا درتو فشي مساحه هكذا من 9 غادي يبقى يتعد، غادي شي يبقى يغطس الكره كلها. من الاحسن ديرو هكذا فشي حاجه مرتفعه ونضيف، كسروا شويه الشوكولاته عاد كندخلوا الميكرو اوند مع القليله زيت، ولا ما عندكم في الميكرو اوند ذوبوه في حمام مريم بطبيعه الحال.
الشوكولاته من بعد ما ذوبتها، قليل من الزيت، واحد الملعقه ديال الزيت. غادي نجيب كل حبه، تكون عندكم شي عود بحال هكذا خشبي، نغطسوها في الشوكولاته حتى تتغلف جيدا، ننتظروا عليها تستقطر باش يبقى لنا الشوكولات الحبات اخرين، ونحطوها في المحل ديالها ونرجع باذن الله من بعد ما نسالي الكميه اللي عندي. وهذا هو التقديم النهائي ديال الكريات ديال البسكوي بنستلي والشوكولاته، كتجي رائعه. من بعد ما جمد الشوكولاته على الكره ديالنا، رشيت فيها شويه ديال جوز الهند اختياري، ودرت من جمدت جيدا درت داك الخطوط ديال الشوكولاته من الفوق حتى كتجمد الطبقه الاولى، كنضيفوا الطبقه الثانيه ديال الخطوط اختياريه للتزيين، كتجي رائعه. ما تصوروش المذاق ديالها شحال بنين وراقيه حتى في التقديم ديالها. واذا كانوا عندكم الكويغطات ديال الكاب كيك الصغيرين، من الاحسن الا كانوا عندكم غتحطوا كل حبه في الكاغط، انا ما متوفراش عليهم، وعارفين مع الظروف دابا ديال الحجر من الاحسن الواحد يبقى في المنازل ديالو، نكتفي بداك الشيء اللي في المنزل اكتفيت به. اما هما في الكويغطات كيجي المنظر ديالهم رائع وراقيين. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، جربوهم مع وليداتكم غيفرحوا بهم ايام فرح غادي ينالوا الاعجاب ديالهم بكل صدق، نتمنىكم تجربوهم. وهذا الشكل ديال الحبه من الداخل، كتجي معلكه بالحليب المحلى، كتجي رائعه. كنتمنىكم تجربوها من توفروا المقادير وتناولوها مع وليداتكم بالصحه والعافيه. والى اللقاء، مع السلامه، دمتم سالمين بحفظ الله ورعايته، والى اللقاء، مع السلامه.